طبعا كأس العالم بطولة مهمة لينا، طبعا شاركنا فيها كذا مرة، بطولة العالم كله بيتفرج عليها، فكل اللعيبة بتبقى رايحة عندها حافز إن هي تعمل أحسن حاجة عندها وأقصى حاجة عندها تليق باسمها وباسم النادي. طبعا طبعا دي شرف كبير لينا قوي، حاجة كويسة طبعا لينا كلعيبة وللنادي، فبنتمنى إن احنا نحقق أفضل وأحسن مركز لينا يليق باسمنا وباسم النادي. طبعا احنا حققنا مركز ثالث مرتين، فبنتمنى إن احنا نوصل الفاينل، يعني نلعب على البطولة. شرف لأي لعيب إنه يلعب في النادي الأهلي، أكبر نادي في أفريقيا، فدي حاجة كويسة لأي لعيب يتمناها. يعني بنفكر كلنا احنا واللعيبة أنا وزمايلي إن احنا بإذن الله نقدر نعمل حاجة، نعدي الماتش الأولاني، نوصل للدور اللي بعديه، نعمل حاجة ونوصل للفاينل إن شاء الله.